صباح الخير. صباح النور. صباح النور. عامر رفيقي هندسه مدنيه وموفق. مرحبا. طب اسنان. يا اهلا وسهلا. زملائي بالجامعه. اهلا وسهلا. عايزه انا حكيتك تجي لعنا مشان نحكي بموضوع طلب. عايزه الشباب رفقاتي وبيعرفوا بالموضوع. وقت اللي صارت المشكله مع طلال عامر اللي هجم عليه. اخي عيسى، فيروز اختنا ونحن جايين نحكي مع اخونا الكبير بموضوع بيخصنا كلياتنا، فيعني بتمنى انه انت ما تخجلنا. شو بدكم تحكوا؟ اول شيء نحن بنخاف على فيروز مثل اختنا واكثر، ولانك رفيقه انت بتخصها بنفس الدرجه، لهيك بدنا نفهم بشو ما تفكر مشان نقعد ونحل هالمساله. القصه لا بدها تفكير ولا بدها اجتماعات، هذا واحد سرسري بده ترباي. والله معك حق، بس يعني كيف بده يتربى؟ بهي بس نحن بدنا نعقد الموقف ونعلق مع واحد ازعر. انتوا ما حدا قالكم تدخلوا بنوب، انا بتصرف. هلا معلش روق لي حالك شوي وتسمعنا. تفضل. انا برايي انه خلينا نخلي فيروز اليوم تروح وتشوفه. شو؟ طب بس خليني اكمل كلامي. تفضل. انا عم اقول خليها تروح تشوفه بس لبين ما نلاقينا شي حل تاني، يعني غير الضرب والقتل. ولك هذا واحد ازعر ومهرب، يعني ما بيفهم الا بلغه القوه بس. بس أبدنا الموضوع يوصل لأهله. وكيف بده يوصل؟ إذا ضربته لطلال ممكن ينتقم منه وفوراً يروح يخبر أهله ويخبرهم إشو عم نسرق ولا عم نقتل. بعدين عادي الموضوع، واحد عم يتحرش ببنتهم ونحن عم ندافع عنها، يعني لا جريمة ولا قتل. والله ما عم بفهم. يعني نحن بدنا نحلها بدون ما حدا يتدخل. وكيف بدك تحلها يا شاطر؟ فهمني بصراحة، يعني هلأ ما عندي حل، بس يعني خلينا نقعد مع بعض ونفكر على هدوء. ويا سيدي خليها تروح اليوم، يعني ما رح تخرب الدنيا. استغفر الله العظيم. طيب يا عيسى، وين المشكلة إذا فكرنا؟ المشكلة إنه ما حنلاقي طريقة غير اللي أنا قلته، نمسح فيه الأرض. طيب إذا كان لابد، خلينا نلاقي لنا شي حل للقصة وبجوز نلاقي حل تاني. أنت هيك رأيك؟ إيه عيسى، الله يوفقك. الموضوع بده شوية روية. ماشي، نشوف شو حيطلع معكم. يا عيني عليك، بالله ما رحنا على المحاضرة الأولى وتأخرنا عليها كرمال نشوفك ونحل الموضوع. خلص هلا اقعدوا مع بعضكم وبنرجع بنشوفكم. ماشي، يلا سلام.